الله يسلمك يا شيخ. شيخ عندي لك سؤال يا شيخ. تفضل. شيخ اعطيني مراحل حمل الناقة بارك الله فيك، الحمل اللحظة اللي تهز فيها الناقة لين تولد. الله وش يسموها المراحل أكل؟ هي الناقة راهي ناقة واحدة. لكن ناتي عندها عدة أسامي من حاش تهز الحمل حتى لتولد. المرحلة الأولى هي كما نقولوا احنا ينظر لي حايل الناقة، سمى حايل بكرة والله كبيرة. من بعد تجي عشرة تعشار، عندها خمس شهور مثلا تعشار في 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 الشتاء تكمل ثلاثة ربيع وشهرين وشهرين صيف تسموها عشرة. من بعد من ستة شهور الفوق تسمى اللقحة. وبعد مرحلة اللقحة كيف تولد نسموها الشايلة. كي تولد نظل عندها الحوار نسموها الشايلة. بعد الشايلة كي تمر مرحلة تفوت كما نقولوا احنا الست شهور هذيك ولا سبعه يدور عليها العام. كيف يدور عليها العام نسموها الخلفه. ومن بعد المراحل هذه وكل اخر مرحله اللي هي مرحله الخلفه. هذه هي اسماء اللي تمر بها الناقه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى. بارك الله فيك شيخ، ربي يحفظك، ربي يحفظك الشيخ وربي يسعدك ان شاء الله. ان شاء الله.